سمعت كتير عن واحد كل السوشيال ميديا بيتكلم عنه، عامل ضجة كتيرة قوي على السوشيال ميديا، بيقول عليه امبراطور الكابوريا ونمبر وان في مصر، واللي ما كلش من عنده كابوريا يبقى عمره ما داق الكابوريا في حياته، رغم ان مشواره كان بعيد وكان سفر بره القاهرة، بس الضجة كانت جامدة قوي، قلت اروح واشوف. ميزة الكابوريا الصحية ومرهلة بنفسه. دي كابوريا سويس اعلى حاجة اعلى جودة. بصي حضرتك بتلاقيها عاملة ازاي، حضرتك بتلاقيها بتلمع، ايوه واخدة بال حضرتك، ولونها ابيض فاتح قوي، مش غامقة بس صفارة. الله ينور عليك. ومن ورا من هنا كده بصي تلاقي هنا الظهر بتاعها فاتح مش اسود، واخدة بال حضرتك، دي احلى اكل واحلى طعم واحلى كابوريا. فضل الله ليه ان المرعى بتاعتها ارضها ارض رمله، واخد بال حضرتك، وتفتح الكابوريه حضرتك من جوه تلاقي الكابوريه بيضه زي البفحه، ما تلاقيش فيها طينه ولا كلام من ده. حتى بتوع الشرب وبتوع المحلات لما بيجوا ياخدوا الكابوريه يفرزوها بياخدوا بتاعت السويس طبعا بتفرز. حضرتك وبعدين بتتعمل شوربه، تطلع الشوربه ميه بيضه مش غامقه ولا فيها رمله ولا فيها طينه ولا كلام من ده، هي اللي ما شاء الله يعني بتظبط الشوربه الكابوريه بتاعت السويس. بص كده حضرتك، ويعرفنا كمان ان حركة مشي الكابوريا. بص حضرتك من جوه الله ما شاء الله، مش فيها طينة سودة ولا فيها كلام من ده، واخدة بال حضرتك. بصي بس دول مجرد دول بس يتشالوا، دي محروف احمد، ودول يا عم ان لون الخيشوم لازم يكون لون فاتح. افتح لي واحد تاني عندك يا حضرتك يا عم احمد، دي مهمه جدا يا جماعه في اختيارك للكابوريا. بص يا عم احمد هجيب واحد كده، لاحظوا حضراتكم، بص كده، بص الفلتر ده، بصي الفلتر ده، الفلتر بتاع خيشوم لازم يكون فاتح، دي اللي بتعمل بعض المناطق بيبقى غامق ومسود، يعني بيئه مستنقع ما يتروحش مش نظيف للاكل. الله ينور عليك يا عم احمد. اقسمها نصين يا استاذ احمد. بص يا عم احمد طبعا احنا بنوريك كمان طريقه تنظيف ما شاء الله صاحيه الكابوريا. مسك كده دي عشان صاحيه، بص ده الغزل بتاعها يا جماعه. بص حضرتك ما شاء الله كابوريا السوبر، بصي بصي الكابوريا لحمها، بصي بصي بقى هيوريك. هي دي ام 30 جنيه عندي، دي ام 30 جنيه عندي. بص لحمها عامل ازاي ما شاء الله، بص اللحمه مليانه مش مفرغه، بص اللحم ما شاء الله بالفص ما شاء الله، تاكلها احلى من الجمبري الازاز. مش بحجم الكابوريا لكن بمقدار اللحم اللي جواها. انا بفضل الله النهارده يعني اللي جاي يشيلها من على البحر عشان احطها في التيك توك واجيبها على السوق، مش عارف يمسكها عشان حضرتك عايزه تقسم. ما شاء الله ملاحظين ان البلد كلها صاحيه عند الامبراطور الكابوريا المشهور بان دايما كابوريته ما شاء الله سوبر سوبر وصاحيه. البلد ما شاء الله كله صاحي وبيلعب اهو. الناس دي مبسوطة منك أول. لا بفضل الله، هم ذوق جدا على فكرة. أنت بتعتبرهم مش صحاب مكان فرش. أيون بسم الله ما شاء الله، في قمة الأدب وفي قمة الاحترام بصراحة. جماعة اللي عايز كابوريا بتلعب وصاحية. عايزين مدينة كابوريا بجد، احنا النهارده في مدينة الأسماك، المدينة الجميلة اللي بتطل على رأس خليج السويس، بتطل على البحر الأحمر، وأكبر مدينة مشهورة بالسمك، احنا من أكبر سوق سمك هنا، سوق الأنصاري عند إمبراطور الكابوريا الشيخ أحمد، إن ما ينفعش حد يجي هنا من غير ما ياكل كابوريا من عنده، واللي ما ياكلش كابوريا من عنده عمره ما ده كابوريا. فضل الله يا ربنا يعزك يا أستاذ. شرفنا جدا بيك والله. إيه بقى ما شاء الله عامل ألعاب بفضل الله، تخصص كابوريا ومبرجر كابوريا في السويس بفضل الله. حقيقي ده اللي سمعناه ويعني حابين النهارده نصور معاك نتشرف. ربنا يكرمك ونشوف بقى البوايتي ما شاء الله الجميله دي. عباره عن حضرتك بص حضرتك في عندي حاجه للشعبي ب 30 جميله جدا كده ما شاء الله، يعني اكل الغلابه بس، حتى الناس اللي اصلية ما شاء الله يعني كويسه ليهم ان بيعملوها شرب. وتبقى حلوه جدا في الشرب. ادي عبد الله كوريه. بص حضرتك دي بتتعمل صلصه، بتتعمل شوربه، بتتعمل مدفونه في رز، بتتعمل صياديه، بتتعمل جميع الاكلات. ان الكابوريا ما شاء الله فاكهه السمك ما شاء الله. بص حضرتك دي لو هتعمليها حضرتك صلصه، صلصه توم، صلصه كده تمام. الكابوريا زي ما احنا قلنا وبينا ان الكابوريا لازم تكون من هنا بيضه
شفافة ما يكونش فيها طينة ولا يكون فيها كلام من دول. واخدين بالكم انتوا حضرتك؟ تمام؟ طبعا بعد ما التومة بتتعمل فعلا حتى الصلصة، الصلصة تتسبك تمام؟ الكابوريا تتسقط. بص حضرتك يا جماعة دي اللي هي أصلا حاجة عند مصر. اه بص حضرتك متخيلين الجمال والفص والبياض دي 30 جنيه. طب بالك يا عم احمد دي كابوريا السويس ما شاء الله احلى كابوريا. الكابوريا دي بالصلصه انتوا معايا؟ اه صحيح. مش قادر اركز برضه حضرتك. صحيح. دي حضرتك بتعمل صلصه وبعد ما تتحط في الصلصه 10 دقائق تحط القعد بتاعها في الميه، الميه اللي حضرتها عايزاها تحطها في الشوربه بتاعتها وتعمل رزه ورزه، يعني شوف رز حضرتك محمرين وبعدين شوف الرز التانيين. اه الله ينور عليك. وتغمس الصلصه بتاعتها بالرز تبقى طعمها جميله جدا احلى ما شاء الله، يعني احلى من شوربه الجمبري. خد بالك حضرتك. ولو عايز تشيل اللي ورا ده شيله، لو في طفل صغير حضرتك هياكل منه. بص حضرتك الكابوريا ما شاء الله، يعني الشيخ احمد بيورينا ان هي ما شاء الله فيها لحم مش اه 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 كبيره جدا ما شاء الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه دي فصوص ما شاء الله، فصوص حضرتك ما شاء الله دي 30 ما شاء الله. واخد بالك حضرتك في ناس 30 شويه عايزه حاجه اكبر شويه. واخد بالك حضرتك دي 30 بس ما شاء الله فيها لحم. دي 40 يوم 40 صحيح لسه تمام. خد بال حضرتك عند جميع حضرتك المتوسط كده دي 40 ودي اللي هي 30. يعني يا جماعه اي حد هيجي عند الشيخ احمد هنا ان شاء الله يلاقي طلب. اي حد بص حضرتك الكره دي بفضل الله يعني بالوحده كلها ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الحاجه ده والله يعني سبحان الله يعني الزبون بتاعه ما شافش حاجه والله. دي اوردرات طالعه. بصوا يا جماعه القاهره ماشي بفضل الله عند ربيع احمد الحمد لله سيكو. وانا بقول ده هديه لك ربيع يا عم ربيع ربيع. بس حتى ما شاء الله شكلها صحيه كده ونظيفه ما شاء الله. حضرتك قد ايه؟ بفضل الله بفضل الله طبعا ما شاء الله. ده دي اوردرات هيوصلها الشيخ احمد هنا ما شاء الله. مش بس قاصر على زباين السويس، لا لا القاهره لا حضرتك بص كمان بيجي له زباين من كل المحافظات. لا انا حضرتك القاهره عارفين يعني رايحين للشيخ. ايوه وعلى الجمهور مش عارف بفضل الله ما شاء الله كل الناس بتيجي من جميع المحافظات خصيصا سوق الازهر مخصوص عشان الشيخ احمد امبراطور الكابوريا اللي بيحترف بالكابوريا السمر هنا في الاستاذة. تعالى اوريك الكاميرا يا باشا. التليفون احمد عشان التواصل معاه الاوردر يوصلها لغاية بيتك. التليفون وهيجيبوا العنوان وكمان تابعوا قناة جواهر السويس يا جماعة اللي هتفضي انا شخصيا الشيخ احمد قناة الاستاذ الاعلامي الكبير استاذ احمد عبد المنصور قناة جواهر السويس على اليوتيوب. حضرتك انا ما رضيتش اقول اسم القناة لان في ناس تقول لك لا يعني ما تعملش الدعاية. انا والله مش انا جاي عشان انا عندي هوس بحاجه اسمها كابوريا. اللهم الدكتوره تطرقت لهذا الحديث فعندي قناه جواهر السويس على اليوتيوب دي متخصصه الاسماك ازاي تشتري سمك بالجوده العاليه بالمواصفات الشرائيه ازاي تعرفي السمكه الطازجه من غير طازجه علاوة على كده ممكن تعرفي السمكه المزارع من البحر بعلامات هنزعها لحضراتكم باذن الله. طرق الطهي كمان موجوده عندي على القناه. اه حضرتك انا استاذنت الدكتوره جايه تقول ان شاء الله. ايوه طبعا ان شاء الله هنعمل لقاء بعد اللقاء ده مع استاذ احمد هيشرح لكم فيها حاجات كتير. استاذ احمد ما شاء الله يعني كبير علم في عالم الاسماك لا ينطق. وعايز اقول لكم ان القناه بتاعته بتقدم محتوى هادف جدا بس وبعدين مش بيصور سمك بصراحه. لا بصراحه بعرفكم طريقه الشرح كتير جدا. لا بصراحه لله والله يعني بصراحه بيعرض. وعلى فكره بعد احترامي ليه والله انا الكلام ده يعني مش عارف ازعله ولا لا. عم احمد مش عارف الكلام ده يزعله ولا لا. اهم حاجه الحاجه الحلوه. وعلى فكره عم احمد ما عندوش ولاء لحد بعد احترامي ليه غير الناس الحلوه. اه لا لا بالعكس مني يعني ايه يعني شوف انا بفضل الله ممكن يعني. هو قال لي يا شيخ احمد انت بفضل الله رقم واحد عندي على القناه. بس هو اهم حاجه عنده المستوى اللي الانسان شغال فيه. صح صح بال حضرتك. اهم حاجه الحاجه اللي هو بيقدمها للناس لو مش حاجه كويسه بيعرض عنه عن الكابوريا اللي مش صحيح.
طعم مختلف، حاجه بتبقى لسه روحها ما طلعتش ولا فيها اتغيرت اي حاجه، فانت بتاكل كابوريايه معسله ومسكره. وفي حاجه ما يفرقش عندي انا، بالنسبه لي انا الدكر عن بل حضرتك كابوريا طول ما هي صاحيه كده ولحمها بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه لما اقسمها، بص بص الله على بسم الله ما شاء الله على اللحم يا جماعه، بسم الله ما شاء الله لحمها. بص 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 اللحم بتاعها مليانه. بصوا يا جماعه، بص اللحم، بصوا يا جماعه هيبظظها كمان. بصوا ما شاء الله دي صدقني اطعم من الجمبري. بص حضرتك، بص بقت عامله ازاي بفضل الله. انت ازاي شايف الكابوريا؟ اتكلم عن نفسها بفضل الله. في نهايه لقائنا هنسترجع معاكم سريعا جوله كده على الكابوريا وانواعها. قدام دي كام دي 30 تمام، دي 40 دي ال 40 تمام تمام. الحاجه دي عامله 100 صغيره، 100 صغيره الكبيره قوي دي 250 250 تمام. اللي هي دي حضرتك بتتنقل منها 50 منها 30 منها 80 تمام، بس هتتنقل النتات الكبيره قوي دي عامله 170 صدقني بيبقى لحد 250. واخد بال حضرتك في حاجه زي كده ب 80 ده مشهور ده 3 4 في الكيلو يعني ان شاء الله ب 150 تمام. واخد بال حضرتك حاجه سوبر. واخد بال حضرتك كلها بفضل الله بالواحده 130 اقصى حاجه 130 تمام. وممكن برضه بفضل الله بيجي لحد لو تابعته او كلام من ده بريح 10 كلام من ده، وغير ما انا بفضل الله بنقل عن بفضل الله من الاول والاخر زي ما تمام. مفيش واحده كده ولا واحده واللي يجي من طرف حضراتكم وطرف جوارب السويس انا تحت امره كلهم عايزين يشتكيوا. تسلم يا شيخ احمد. وده كان لقائنا النهارده مع امبراطور الكابوريا اللي كله عارف ان اللي ما بياكلش من عنده كابوريا يبقى عمره ده كابوريا. شكرا جدا جمهور العزيز، والسلام عليكم ورحمه الله. واللي يجي من طرف حضراتكم وطرف جوارب السويس انا تحت امره كلهم عايزين يشتكيوا. تسلم يا شيخ احمد. وده كان لقائنا النهارده مع امبراطور الكابوريا اللي كله عارف ان اللي ما بياكلش من عنده كابوريا يبقى عمره ده كابوريا. شكرا جدا جمهور العزيز، والسلام عليكم ورحمه الله.